اليوم نفتح موضوع جديد من هذه السلسلة المباركة، سلسلة ماذا استفادت الأمة صحيح في صحيح مسلم، باب من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إنما أنا بشر يغضب كما يغضب البشر، وإني قد اتخذت عندك عهدا لن تخلفني، فأيما مؤمن آذيته أو سببته أو جلدته، الله 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 الله، بعد شتري تحط بالثرمة بعد شتري يا صلى الله عليه وسلم، فاجعلها له كفارة وقربة تقربه بها إليك يوم القيامة. يعني واحد مثل عثمان، مثلا عثمان بن عفان، يجي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا نبي صلى الله عليه وسلم، ما عندك نعال منا؟ يقول له: ليش؟ يقول له: ضربني، أريد أتقرب من الله، ضربني علي ذنوب، ضربني. يجي مثلا عمر يقول له: يا نبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنا جبت لك نعال، أريدك بهذا النعال تضربني على رأسي 3 ضربات. يقول له: ليش يا عمر؟ ما هو أنت. يقول له: لا، ما هو أنت قلت لربك إذا واحد ضربته راح يصير قريب من 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 ربك، يصير قريب، فأنا أريدك بهذا النعال، أريدك تقطعه على رأسي، رأسي ورأس أبوي ورأس بنتي حفصة، نريد نصير قريبين من الله، قربنا، دق على رأسنا، قربنا من الله، صلاة تفيد، لا عبادة تفيد، نعالك هو اللي يفيد. فأي المؤمنين سببته، لعنت والدي، دست ببطنه، شتمته، تفلت على وجهه، ضربته، نعلت والدي، قتلته، جريته بالحصان، رميته من أعلى البرج، فاجعلها تلك له زكاة. ما هذا خباي ترجمته، هي هاي ترجمته في صحيح مسلم في نفس الباب اللي ذكرنا. قالت عائشة: دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم رجلان فكلماه بشيء لا أدري ما هو، فأغضباه فلعنهما وسبهما، فلما خرج قلت: يا رسول صلى الله عليه وسلم، من أصاب من الخير شيئا ما أصاب هذان؟ قال: وما ذاك؟ قلت: لعنتهما وسببتهما. قال: يا عائشة، صلى الله عليه وسلم يكلمها: أوما علمت ما شاطرت عليه ربي؟ يذكرها بمن؟ باللي قبل العهد اللي قرأته لكم قبل قليل، العهد: قلت اللهم إنما أنا بشر، فأي المسلمين سببته أو لعنته فاجعلها له زكاة. هذا استفادت الأمة من سب ولعن وشتم وجلد الناس بغير حق. تفضل. فشنو ردة فعل الرسول؟ هذه ما تأتي إلا بفعل، صح ولا لا؟ يعني الرسول ما سب أو جلد أحد إلا أن الشخص هذا فعل شيء، صح ولا لا؟ لا، بغير حق، سب ولعنه وجلده وغير حق، وقال لربه، قال له هذا سجل تكت بالجنة بلاش. وإن كانت بغير حق، لا يعني هذا شيء. بغير حق. لاصت عليك قلبت الموازين. لا انا اقول لك، كنت تفكر انه هو سبب حق هذا الرجل مسوي شيء، مثلا متحرش بعائشه وسبه ولعنه. لا، كل شيء ما مسوي، رجال جالس يصلي، يتعبد، يصلي صلى الله عليه وسلم، نزل سلم، صلى الله عليه وسلم، نزل سلم، اجت تطق على راسه، ليش؟
لا لا، النبي غير معصوم، وإنما قال زكاة للناس هذا يدل على طيبة النبي ورفقه، يعني حتى لما ضرب أحد وهو مش معصوم شفق عليه حتى يجعلها زكاة إله. النبي كان طيب، طيب الشفقة والعطف. الله إن شاء الله، الله إن شاء الله ينزل لكم مرة ثانية ويجلدكم جلدة زينة حتى يبين لكم أنه هو طيب زين. شكرا لك. الله يبارك. ادعي ادعي بهذا الدعاء. ايوه بس اتكلم انت يا شيخ عن الامه يا شيخ. عفوا، انت تتكلم عن امه محمد يا شيخ عليه الصلاه والسلام. ها ايش استفادت الامه؟ ها الامه ما استفادت، اما الصحابه اللي انكتلوا بذاك الوقت استفادوا. ايوه هم اللي استفادوا يا شيخ، بس الامه نفسها ما استفادت. حلوه والله عجبت. استفاده الحديث كانت للصحابه فقط، اللي ذولاك اللي التفل ضربهم بالنعال وجلدهم وضربهم وقتلهم، فذولاك هم استفادوا، واحنا ما استفادين لان النبي ما موجود حتى اروح له اقول له ضربني بالنعال مثلا، او سبني، سب ابويا، سب امي، سب عرضي، اشتمني، العني، ما اسمع. فهم ماكو صح، انقطعت يعني الاستفاده انقطعت. فأنا الآن راح أعيد السؤال، قول لي هاي الاستفادة، قول لي إياها. شنو استفادت إيه؟ يا أخي كريم من السعودية الأمة من هذا التصرف من النبي؟ قول. إنها بشر يعني يخطئ ويصيب. ما في بشر معصوم. إنه هو ما في إنسان معصوم. إنه ما في بشر معصوم، وإن نبينا اللي على خلق عظيم كان يسب ويضرب ويشتم ويتفل ويضرب بالنعال، يركض ورا الناس ويكسر الجام ويكسر السيارات، ما ادري كان يبوه كان يسرق، فعنده هذه التصرفات التي تدل على انه انسان ما معصوم، انما هو بشر مثلنا. وعلى بس شنو انت اشتري لك درع مع الشرطه واشتري لك خوذه، تعرف ليش؟ ليش؟ لا الله ربك يورطك وينزل النبي، ولأنه طاقك بالنعال ويقول لك رفع الله مقامك. شكرا لك، مع السلامة. شكرا. شكرا لك. ولو كنت في ذلك الزمان أجعله يضربني ويده الكريمة تمس جسدي. بارك الله بك، أحسنت. وطبعا الضربة إذا كانت بالنعال بها أجر أكثر. جميع أهل الأديان السماوية يفتخرون بأنبيائهم أو برسلهم أنهم أناس أصحاب أخلاق عالية سامية، إلا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يختلف عن جميع الأنبياء والمرسلين. هذا النبي يمشي ويضرب بالناس ما عنده أي مشكلة، يقول أنا، يقولوا له أنت مثلا ليش وأنت نبي والله اختارك وقال لك يصير نبي وعلمنا، ليش إيش تسوي؟ يقول مو أنا متفق ويا ربي، قلت له شكو واحد أضرب نعال على وجهه ارفع مقامه، شكو واحد أتفل علي قربه يمك يوم القيامة. قالوا يا عم هذا احنا لا نريدك انت كنبي ولا نريد اتفاقك، انت تلزم نفسك ما تلزم نفسك، ربطك بحبل ونجيك كل اسبوع نسمع نشوف ربك شي يقلك، نسجلهن ونطلع ونبقيك، نرابطينك بشجرة، رابطينك ببيت، نربطك بعائشة، ما نعرف يعني نشوف وضعك شنو انت. ماذا استهل؟ والله يا شيخ أمير اني اول مرة اسمع الرواية منك. طيب ان هاي بصحيح بخاري مسلم. ادخل على جوجل تقراها. انا عارف انا ما اكذبك انت محشوم. طيب لكن والله العظيم اني اول مره اعرف ان الروايه موجوده صحيح البخاري ومسلم. اكيد ما يقولونها لك، لان ما يقولونها لك على المنابر، لان هاي تعتبر من الماضي الوسخ فما يذكرونها لكم. اما ربك اللي طوله 60 ذراع يدرب نبيك تعبان بلطجي عنده انفصام بالشخصيه، قال له عمي انت اعطيتك النبوه، انا اعطيتك النبوه، انت تتسبس بالوادم تضربهم بالنعالات، انا انطيهم اوضتين وصاله مع 6-7 حوريين مع 6 عيال وطبع عيش وملوخيه. هذا ربك عاهد، ربك قال لنبيك، هذا الروايات قال له انت طق الناس بالنعال انا اعوضهم، انا اعوضهم، شو اسوي بعد؟ شو اسوي بعد؟ شو اسوي لك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم مستهتر يطقطق بالناس، مستهتر وراء عشيرة كبيرة، وراء رب طوله 60 ذراع ما حد يقدر يوصل له، ويدفع فصل، يدفع بيوت، ما عنده أي مشكلة، يدفع فصل، لا أحد يسجنه، لا واحد يشتكي عليه بقسم البوليس، لا واحد يرفع عليه دعوة قضائية، ما حد يقدر يحكيه، يقول أنا نبي، يطق هذا بالنعال، يسب ذاك، يسب هذا. لكن نعرف النبي صلى الله عليه وسلم شنو عنده انفصام بالشخصية، فمن يلعن الناس نقول لا هذول أصلا نيالهم يا بختهم،
يا حظهم دولة صارت عندهم أوضتين وصالة على شرم الشيخ في الجنة.